فما نيجي مثلا طيب قبل ما حضرتك تتكلم، انا عملت لك احلى فول الاول يا دكتور احمد، الله وطالب من حضرتك استشارة صغيرة جدا. اتفضل. انا الوالدة تقريبا فوق ال قربت على سن الستين، يعني فاضل لها شهور تقريبا، والوزن اللي هو الوزن غير المثالي على الاطلاق، وخشونة في الركبة. بقول لك سامعني؟ انا سامعك والله، انا سامعك ما والله. عندهاش اي مشاكل صحية غير السكر صح؟ والله في البداية أنا بتكلم عن طبيعة بتاكل عادي زي الناس، ولا في مشكلة في الأكل مع بيها معاها؟ لا لا لا، ما فيش أي مشكلة في الأكل، يعني بتاكل عادي طبيعي زي كل الناس. أكيد. خلاص، ما دام بتاكل طبيعي زي كل الناس، احنا ممكن ننصحك بمجموعة من النصايح بشكل مختصر. النصيحة الأولانية، احنا هناك طريقة لشرب المية. لو احنا عايزين نخس، لازم نبقى عارفين ان 70% من الجسم بتاعنا مية، 90% من الدم بتاعنا ميه، 70% من العضلات بتاعتنا ميه، 63% من الجلد والبشره بتاعتنا ميه، 23% من العضلات من العظم بتاعنا ميه. تخيل ان الميه هي الوسيله اللي بتنقل لنا جميع العناصر الغذائيه لجميع خلايا الجسم، يعني الجسم لا يستطيع ان يعمل بفاعليه. الانشطه الحيويه اللي موجوده داخل الجسم، العمليات الحيويه اللي موجوده داخل الجسم لا تعمل بشكل فعال الا في وجود الماء، بل الخلايا بتموت كنتيجه لقله الميه جوه الجسم. فلا بد اول اكيد فاول حاجه بنتكلم شرب الميه، لكن هناك طريقه لشرب الميه لو احنا عايزين نخس. ما هي الطريقه لشرب الميه؟ اول حاجه بنقول مثلا وليكن ان احنا ممنوع شرب الميه اثناء الوجبه او بعد الوجبه مباشره. شرب الميه يكون قبل الوجبه بنصف ساعه او بعد الوجبه ب40 دقيقه، علشان ما نخففش العصاره الهاضمه وما نزيدش في الوزن. لو شربنا ميه اثناء الوجبه او بعد الوجبه مباشره بنزيد في الوزن. فاحنا عايزين نخس، يبقى نشرب الميه قبل الوجبه بنص ساعه او بعد الوجبه بساعتين او حد ادنى 40 دقيقه. اتفقنا؟ دي النصيحه. تمام.